طبعا شكرا للزميلة فاطمة عابدين على هذا التقرير اللي عدته لنا. وأكيد نحن شفنا من جانب هذا التقرير الأطفال والكبار والكل المتطوعين اللي كانوا في هذا الكساء المشروع الجميل هذا اللي سووه اللي كان فيه اتفاقية بينهم على هاد التطوعين المتطوعين. وأحلى ما فيهم الأطفال اللي شفناهم من هذا السن كانوا يتطوعون. الابتسامة هي مفتاح القلوب، وهي التي تستطيع أن تكسب محبة من يراك سواء كان يعرفك أم يجهلك، وبها تستطيع أن تخبر من تشاء بما ترغب وتجبره على تقبله بكل سرور. الابتسامة أهم لغة من لغات الجسد، التي تتحدث بها دون أن تنطق، والتي تتحدث عنك لمن يراك دون أن يعرفك، لتعطيه ذلك الانطباع الجميل عنك والذي لن تمحوه الأيام ما دامت هذه الابتسامة ترافقك. الكلام عن الابتسامة لا ينتهي، والحديث الشيق عن الابتسامة سيستمر مع الأستاذ حمد الكعبي استشاري في التنمية البشرية. حياك الله أستاذنا أستاذ حمد. طبعا نحن أول شيء نصبح عليك بالنور والسرور في هذا المكان الجميل. الله يحييك ويبقيك، وجميل صباحاتنا تكون دندن حول الابتسامة حول السعادة عبر سماء دبي وفي سماء الإمارات. نعم. هذا الوطن الجميل، وطن الابتسامة، وطن السعادة، وطن التسامح، فلماذا لا نكون مبتسمين؟ أكيد. وننطلق نحو الابتسامة. جميل جدا. نعم. هذه المقدمة الجميلة اللي عطيتنا إياها، يعني أنت هذه كانت يعني بحد ذاتها ابتسامة. مجرد أن نحن نقول كلمة ابتسامة تحس أن الشخص مبتسم. فكيف تعرفها هذه الجملة أو هذه الكلمة البسيطة التي تتكون من مجموعة حروف الابتسامة، كيف تعرفها؟ الابتسامة هي تلك القوة الخارقة التي إذا منح الشخص إياها أصبح مؤثرا نحو الإيجاب. نعم. الابتسامة حدث عظيم استحقت أن يوثقها الله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. فتبسم ضاحكا من قولها النبي سليمان عليه السلام لما مر على النملة كما ذكر، قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده. نعم. وهم لا يعلمون وهم لا يشعرون. نعم. فتبسم ضاحكا. الابتسامة هي مفتاح القلوب، وهي الوصفة العجيبة التي تكسر أو تفتح مغاليق القلوب العابسة والمتشائمة. الابتسامة إذا وضعت على صخرة العداء أذابتها. صحيح. الابتسامة روعة، الابتسامة حياة. صحيح جدا، هي الابتسامة حياة. لو نتكلم أن الابتسامة أستاذ أحمد كيف تنعكس على صحة الشخص؟ نحن وايد ناس نشوفهم اللي ممكن يعانون من ضغوطات الحياة أو من العقبات هذه اللي متواجدة في الحياة، فكيف هذه الابتسامة تعكس على صحته؟ بداية لو يعلم المتشائمون عن أهمية الابتسامة لا تركوا التشاؤم وانتهجوا الابتسامة نهج حياة. نعم. يا ليت قومي يعلمون. يقول الشاعر إيليا أبو ماضي قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. الله. الابتسامة وأثبتت الدراسات العلمية والنفسية والاجتماعية بأن الابتسامة تزيل علامات التوتر. صحيح. والابتسامة تعدل نبض القلب، وبالتالي عندما تبتسم حتى لو كانت الابتسامة صفراء متصنعة يبدأ الجسم يفرز هرمون يسمى هرمون السعادة أو الاندروفين. هذا الهرمون بداية يعني مجرد ما يفرزه الجسم يبدأ ينتشر، وبالتالي يحس الشخص المبتسم بالرضا ويحس بالانتعاش ويحس بالجوارح بأنها راحة نفسية والانطلاق لتحقيق الأهداف مباشرة لا إرادي في العقل الباطن. نعم. أستاذ حمد، هناك أشخاص ما تفارقهم الابتسامة، أنا ما بقول لي أنا منهم يعني لأن أنا دائما الحمد لله مبتسمة، وتحس أن فعلا مجرد أنك تجلس معاهم يعطونك الطاقة الإيجابية. فنتكلم أن فعلا برايك أنت أن هذا الشيء يعكس على النقاء الداخلي اللي في الشخص نفسه، هذه الابتسامة وهذه الطاقة الإيجابية تعكس نقاء الداخلي الشخص، هي قوة خارقة. فأنا أسميها هي أم السعادة، لا يستطيعها إلا العظماء العظيم المبتسم. نعم. أما التعيس والمتشائم لا يطلق عليه لقب عظيم. صحيح.
صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الابتسامة صدقة، والصدقة كما هو معلوم تطفئ غضب الرب. فأنا لما أرى شخص مبتسم مباشرة هي العدوى التي تنتقل باستئذان، فأنا مباشرة أحس بالسعادة، لأن الجسم مجرد ما أبتسم يفرز مادة تسمى الجابا. هذه الجابا لها علاقة بالمستشعرات العصبية أو الحسية، تنتقل مباشرة إلى العقل، فيحس المبتسم يحس بالرضا ويحس بالسعادة. وطبيعي أنا لا أستطيع أن أقابل شخص مبتسم بالعبوس، فإذا ابتسمت كذلك جسمي يفرز هذه المادة، وبالتالي أحس بالارتياح وأجد أن هذا الشخص المبتسم قريب قريب مني. صحيح جدا. أكيد أستاذ حمد الكعبي، نحن أول شيء شاكرين على تواجدك اليوم معانا هني في صباح الخير يا بلادي، وأكيد نحن نتمنى دائما أن كل حد، كل من يتابع هذه الفقرة وحتى لو ما كان يتابعنا، أن يبتسم، ونتمنى له الابتسامة والسعادة في حياتهم. اللهم اجعلنا من المبتسمين. آمين. ونحن في وطن السعادة أكيد. يجب أن نكون مبتسمين تحت ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة. وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لما جعلوا وطن السعادة أكيد. ووزارة السعادة. لا أنسى هنا في مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، قال لا تخلون الإنسان عابس، خلوا الإنسان مبتسم. إذا نبتسم، نبتسم لماذا لا نبتسم؟ أكيد نحن نتمنى للجميع الابتسامة الجميلة. شكرا أستاذ حمد الكعبي.